حتى تموت على الإسلام. كن في قلبك فرحا أنك تعبد الله. بعض من يأتي شيء من المباحات أو المباحات أو المكروهات، مثل يحضر مباراة أو يحضر شيئا يجتمع فيه الناس، يشعر بفرح أنه حضره. نحن ما نريد أن نتكلم عن فئة، لكن نريد أن نستفيد من هذا الفرح. كيف تعرف أنك على الإسلام؟ أن تفرح إذا أطعت الله، لا تفعل العبادة تخلصا، بل افعل الطاعة قربة إلى الله. الله لا يضره أنك تعصيه، لكن أنت تهلك إذا عصيته. والوفاة على الإسلام أيا كان حال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر. قد جاء في دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك. الصحابي الجليل عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال: اللهم لست بريئا فأعتذر، ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. إذا كتب الله لك أن تصلي الفجر في جماعة وأنت خارج من المسجد، استشعر فرحا أن الله برحمته أيقظك من مرقدك، أن الله برحمته أيقظك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته. هؤلاء هم الذين يغبطون، والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين. لا يوجد فرح يفرح به العبد أعظم من الفرح بالإسلام. ومما لا يخفى على شريف علمكم أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين. نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين، أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله، فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل.